مرحبا، اليوم رح نعمل سبونج كيك أو الكيك الإسفنجي. أنا اخترت اليوم هذا الكيك لأنه مشهور كتير بسهولة تقطيعه، وإذا بتحبوا تحشوه. المقادير كلها موجودة بالدسكريبشن. حط طبعا أول شيء، أنا دائما بخفق الزبدة مع السكر، بعدين بحط باقي المكونات، وطبعا دهنت الصينية بزبدة وبطحين لحتى ما يلزق الكيك معي، وبالفرن هون عم بضربه، عم بطوح إذا في أي فقاعات هواء منه. وطبعا حطيته بالفرن على درجة حرارة 375 بين 15-20 دقيقة لتأكدت إنه التوثبيك طلعت عندي نظيفة. وإذا بتحبوا تشوفوا كيف عملت الشوكليت جناش والويب كريم، بليز فولو الانستركشنز بالديسكريبشن فور ذا فول ريسيبي. وللمرة الجاية، باي.